هيدا البودكاست إنتاج حكواتي. مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي. بحب رحب بضيفي لليوم مغني الراب جوز شمعون. رح نحكي سوا عن مفهوم الذكورة بالمنطقة العربية وتأثير هيدا المفهوم على الحياة الجنسية. بالمجتمعات العربية بيتم التعامل مع مفهوم الذكورة بطريقة فيها تسبب تأثير سلبي على الصحة الجنسية والعقلية للأفراد. إذا الواحد بيعرف الذكورة بطريقة تقليدية ورح يكون في توقعات متعلقة بهذا المفهوم، هذا الشيء بيؤدي على الضغط النفسي والتوتر